نروح للموضوع التاني المهم النهاردة، كمان من امبارح مفيش حديث في مصر كلها غير عن العيش في البيوت وفي الشارع، ويعني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الكل يتحدث عن العيش، ومش مبالغة لأنه الترند رقم واحد من بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس عن زيادة سعر رغيف العيش المدعم من 5 قروش ل 20 قرش، خلى ده الحديث السائد بين المصريين. شفنا حالة أتصور إنها حالة مهمة، ويقال عنها ونقدر نقول عنها بضمير مرتاح إنها حوار مجتمعي صحي، لأنه في آراء مختلفة، في اللي شايف إنه العيش محدش يقرب من سعره، لأنه حتى وإن كان هذا السعر 5 قروش إلا إنه في كتير من المصريين، ويمكن العيش أبو 5 قروش ده من أهم الوجبات اللي بيعتمدوا عليها بشكل يومي. وفي اللي متفق بالمناسبه مع راي الحكومه، شايفه انه انا تكلفه رغيف العيش الحقيقيه هي 125 قرش وبيتم بيعه ب 5 قروش، وانه هذا الفرق في السعر يعني ما بين ال 5 قروش وال 125 قرش يروح في لاماكن تانية، ممكن يروح لخدمات تانية، وسعر الدعم بقى كبير جدا وبيجي على حساب مخصصات تانية في الموازنه. في اللي شايف انه الدعم لازم يروح لمستحقيه، وان العيش لازم يزيد ثمنه علشان نوفر للمواطن اللي محتاج هذه الأموال. المهم إن الحكومة طرحت فكرة لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، يعني مستحقي الدعم ياخدوا فلوس ما ياخدوش خدمات، واقترحت أيضا مناقشة هذا الأمر في الحوار الوطني والمجتمعي باعتباره السبيل الوحيد فعلا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يقدروا من خلالها أنهم يحددوا أولوياتهم كأسرة ويستفيدوا من هذا الدعم. زي ما بقول لحضراتكم هو حوار مجتمعي بين المصريين، ما بين اللي شايف لا ده كان ضروري، اللي شايف انه ده كلام بس على مواقع التواصل الاجتماعي من الاراء المعارضه.